السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، دارس اللغة الأسبانية، حلقة جديدة من حلقات اللغة الأسبانية، ودارس 19 إن البايس ديل نيلو، في بلد النيل. درس النهاردة مع بعض هناخد فيه إيه؟ طبعا واضح من اسمه في بلد النيل نتكلم عن مصر، بس بالإضافة لمصر هنتكلم كمان عن إسبانيا، إن البايس ديل نيلو في بلد النيل. طيب زي ما متعودين نعرف هي محتويات الدرس ايه، هناخد ايه النهاردة في اخر الحصة، هنطلع عارفين ايه، عارفين دي استا كلاسيس راس كاباس دي، هنقدر نتمكن من ايه في اخر الحصة دي، ابلار دي اون بايس، هنقدر نتكلم عن بلد، اي بلد اي بلد، وخاصة بلدي مصر، هتكلم عن مصر، هتكلم عن اسبانيا، ديسكريبير لوجاريس، هنوصف الاماكن اللي في مصر او في اسبانيا، وهنقدر نتكلم في الجراماتيكا برضو عن الأسماء اللي بتيجي من غير أداة أو الأسماء اللي محتاجة أداة. تمام، نشوف الكلام مع بعض. إخيتو البايس ديل نيلو، مصر بلد النيل. أول حاجة هنشوفها مع بعض إيه؟ بوكابولاريو. بوكابولاريو الكلمات، المفردات اللغوية بتاعتي عبارة عن إيه اللي في الدرس ده. مثلا لا خيوغرافيا، لا جيوغرافيا الجغرافيا، لا سوسيداد، لا سوسيداد كلمة سوسيداد يعني المجتمع، خلي بالنا من الكلمات دي هتنفعني بعد شوية وأنا بتكلم في الدرس نفسه، لا جيوغرافيا الجغرافيا، لا سوسيداد المجتمع، لوس ابيتانتس، لوس ابيتانتس السكان، لا كابيتال، لا كابيتال العاصمة، لا ايكونوميا، طبعا ممكن تكون قريبة من الانجليزي شوية، لا ايكونوميا الاقتصاد، لا مونيدا العملة، لا مونيدا الدينيرو النقود الفلوس، الدينيرو، لا اندوستريا، لا اندوستريا الصناعة، لا اندوستريا، لا اجريكولتورا، لا اجريكولتورا الزراعة، لا بوليتيكا، لا بوليتيكا السياسة، السيستيما ديل جوفيرنو، السيستيما ديل جوفيرنو نظام الحكم، نظام الحكم يعني رئاسي ملكي كده، السيستيما ديل جوفيرنو، السيستيما بوليتيكو النظام السياسي، السيستيما بوليتيكو النظام السياسي. طيب أول حاجة يبقى جزء جراماتيكا ومفيد لينا كده قبل ما نبتدي ونشوف الدرس نفسه، نومبريس بروبيوس كون ارتيكولو، الأسماء التي تحمل أداة، في أسماء معينة عندنا في اللغة الأسبانية أو في الدرس ده لازم يجي معاها أداة، الأداة جزء منها، ما ينفعش أقولها من غير أداة، زي الكايرو القاهرة، الكايرو، الدلتا دلتا النيل يعني المنيا مدينة المنيا، الكانال دي سويس، الكانال دي سويس، يعني أنا لما يجيلي في الامتحان كلمة كايرو أنا محتاجة لها ال، دلتا محتاجة ال، منيا محتاجة ال، كانال دي سويس محتاجة ال. تمام. طيب ايه تاني من الاسماء محتاجة اداة او الاداة جزء منها؟ لا ثيوداديلا هنا مؤنث، يبقى اللي فاتت دي كانت مذكر، لا ثيوداديلا هنا بداية المؤنث القلعة، لا ثيوداديلا، لا بيبليوتيكا دي اليخاندريا مكتبة الاسكندرية، لا بيبليوتيكا دي اليخاندريا، ألاقي كلمة بيبليوتيكا دي اليخاندريا محتاجة إيه؟ محتاجة لا مثلا أداة المعرفة المفرد المؤنث، لاس بيراميدس، لاس بيراميدس الأهرامات، لاس بيراميدس مؤنث، ولو جه معاها صفة هتيجي مؤنث، يبقى بتاخد لاس، لا سفينخي أبو الهول، لا سفينخي أبو الهول برضه هنا مؤنث، لا تاري البرج، لا تاري البرج. تمام، كل دي كلمات محتاجة إيه؟ أداة. طيب بيقول لي بقى في كلمات تانية، أسماء تانية ما بتاخدش أداة، يعني ما ينفعش تحط لها أداة قبليه، يعني لما تيجي ما بختارش أداة، بيجي لي مثلا علامة الفاي بختار علامة الفاي، أنا مش عايز أداة معاها،
جيزة، مدينة الجيزة، مش هقول الجيزة، ها ما تاخدش أداها، جيزة على طول، جيزة. سيوة، واحد سيوة. أليخندرية، مدينة الإسكندرية. أسوان، أسوان. لوكسور، لوكسور. كارنك، معبد الكارنك. كل دي ما بتاخدش إيه؟ أدوات. تمام. يبقى خدنا في كلمات أو أسماء محتاجة أداة، لازم يجي معاها أداة، وأسماء بدون أداة. طيب نشوف مثال كده نطبق اللي احنا بنقوله. بيقول لي كانال دي سويس اس امبورتانتي، كلمة كانال قبلها فراغ. طب هل انا محتاج ايه؟ محتاج احط اداة ولا احط ايه بالظبط؟ نحط ال مذكر كان، ولا لا، ولا اون، ولا اونا؟ ال لا اون اونا، يعني مذكر ولا مؤنث؟ زي ما قلنا من شوية، كانال من الاسماء التي تحتاج وجود اداة لها، وهي كلمة مذكر، فهتاخد ايه؟ الكانال. ادي اجابتنا ظهرت اهي، اللي هي تغير لونها. الكانال دي سويس اس امبورتانتي، الكانال دي سويس اس امبورتانتي. يبقى احنا خدنا ال. نشوف سؤال تاني. بيبي كيري بيسيتار، بيبي كيري بيسيتار بيبليوتيكا دي أليخندرية. طب كلمة بيبليوتيكا هي مفرد مؤنث، محتاجة أداة ولا لأ؟ محتاجة أداة، مفرد مؤنث. طيب فين المفرد المؤنث هنا؟ في عندي لا وعندي أونا، يعني هستبعد إل وأون لأن هي مؤنث. لا، وطب هاخد لا ولا أونا؟ طبعا لازم أخد لا، لأن أنا دي معرفة، هي مكتبة اسكندرية واحدة، مش هقول أونا بيبليوتيكا دي أليخندرية، لا، لا بيبليوتيكا دي أليخندرية، طالما مفيش غيرها فهي معرفة. نشوف كده متأكد إجابتنا صح ولا لأ. فعلا إحنا عرفنا أهو، لا غيرنا لونها فهي الإجابة السليمة، لا بيبليوتيكا دي أليخندرية. طيب نشوف سؤال تاني، وده بنشوف الأدوات اللي بتيجي. دلتا ستا إن النورتي، دلتا ستا إن النورتي، هتاخد ال ولا لا؟ زي ما احنا شايفين ال دلتا، طب ده في اخرها لا، في اخرها اه دلتا، لا ما هي كلمة دلتا محتاجة أداة مفرد مذكر. ال دلتا ستاين النورتي، ال دلتا. تمام. جملة كمان، سيوداديلا اسمه انترسانتي، القلعة. طبعا سيوداديلا القلعة اسمه انترسانتي، سيوداديلا مفرد مؤنث. طب فين؟ لا ولا ال ولا اون ولا اون؟ هي طيب لا اما لا لا اما اونا. طب لا ولا اونا؟ انا اخد لا على طول، القلعة اسمه انترسانتي. هنشوف مع بعض نص، النص ده بيتكلم بقى عن ايه؟ عن مصر واسبانيا. نبتدي بمصر ونشوف هيتكلم ازاي، لان من خلال النص ده هنتعامل مع قطعة فهم. اكيد يعني هنفترض النص اللي معايا ده قطعة فهم، وهنعمل عليه اسئلة ونشوف مع بعض هنجاوب ازاي. هنشوف محتوى النص. ليه السجينتي كوريو الكترونيكو، اقرأ البريد الالكتروني التالي. ده بريد الكتروني، ايميل مبعوث من شخص اسباني لشخص مصري. بيقول لي unos amigos españoles del padre de Miguel. unos amigos españoles، بعض الأصدقاء الأسبان. del padre de Miguel، أصدقاء والد ميغيل. van a venir، زمن إيه ده؟ van زائد آ زائد المصدر، ده المستقبل. سوف يأتوا a vivir en Egipto، للحياة في مصر. Y han enviado el siguiente correo. han enviado، وأرسلوا، زمن إيه؟ الماضي القريب اللي هو فعل مساعد، أن زائد اسم مفعول، وأرسلوا el siguiente correo electrónico، البريد الإلكتروني التالي. para pedir، ليطلبوا información، عشان يطلبوا بعض المعلومات، عايزين يعرفوا شوية معلومات عن مصر، البلد اللي هم جايين يعيشوا فيه. طيب queridos amigos، أدي بداية الإيميل، أصدقائي الأعزاء. Hola, ¿qué tal? أهلا، كيف الحال؟ Por motivos de trabajo، كلمة motivos هي بمعنى دافع، سبب. Por motivos de trabajo، لدوافع في العمل، أسباب في العمل. تمام. Vamos a trasladarnos، زمن إيه برضو؟ زمن المستقبل. Vamos a trasladarnos، فعل trasladarse بمعنى ينتقل إلى. فلما أقول
باموس أتراس لادانوس سوف ننتقل إلى إخيبت وإلى مصر. يبقى الجملة تاني اللي بيقولها الشخص الأسباني: لأسباب في العمل por motivos de trabajo باموس أتراس لادانوس سوف ننتقل إلى إخيبت وإلى مصر. antes de viajar وقبل السفر nos gustaría نتمنى. gustaría خدناها قبل كده بس 17 للأمنيات نتمنى. طب ليه نحن؟ عشان في نص قبليه. يعني مثلا لو قلت مي جوستاريا يبقى انا اللي بتمنى، لكن نص جوستاريا بيتكلم بصيغه الجمع. نص جوستاريا نتمنى تينير الجونا انفورماسيون، ان نحصل على الجونا انفورماسيون بعض المعلومات صبر البايس عن البلد اللي هي مصر. بور اخيمبلو على سبيل المثال عايز تعرف ايه الكلمات اللي قلناها في اول الحلقه. لا ايكونوميه عايز اتعرف على الاقتصاد بتاع البلد، لا ايكونوميا. السيستيما دي جوفيرنو نظام الحكم، السيستيما دي جوفيرنو. لا اندوستريا الصناعه، لا سوسيداد المجتمع. تمام، عايز تعرف ايه تاني؟ نو سابيموس موتشو صبر البايس، نو سابيموس الفعل صبير يعني يعرف، لا نعرف الكثير صبر البايس عن البلد، ما نعرفش حاجه عن البلد اللي هي مصر يعني. اي بور اسو ولهذا، اي بور اسو نو سابيموس موتشو سوبر البايس، اي بور اسو مش عارفين حاجه عن البلد ولهذا وعشان كده. نيفيسيتاموس الفعل نيفيسيتار يحتاج، نيفيسيتاموس نتصرف مع مين؟ نبص في نهايته نلاقي في اموس يبقى نتصرف مع نوسوتروس نحن نحتاج. اي بور اسو ولهذا نيفيسيتاموس نحن نحتاج وسترا ايودا مساعدتكم. طب عايز ايه بقى؟ كي كوساس بنسايس ما الاشياء؟ ايه الاشياء؟ كوساس بمعنى شيء، حاجه. ايه الحاجات اللي بنسايس انتوا بتعتقدوا كي نيسيساموس صابير اللي احنا محتاجين نعرفها؟ انتوا انصحونا يعني ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها في واحنا جايين نعيش في مصر؟ اون ابراثو دي طبعا ختام ايميل، اون ابراثو ابراثو اللي هو بمعنى حضن حاجه زي كده مع تحياتي ممكن نقولها. اون ابراثو نوس فيموس برونتو ونتقابل قريبا، اشوفكم في اقرب فرصه. يعني ده نهايه او ختام الايميل، دي جمله بنختم بيها دايما الايميل. Un abrazo y nos vemos pronto. تمام، هنشوف بقى الديالوجو اللي بيتكلم عن الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها عن ايه، عن البلد. هنا فاطمه دي مصريه واضح من الاسم، وماريا الاسبانيه بيتكلموا مع بعض عن احتياجاتهم. كل واحدة بتسأل سؤال والتانية بتجاوبها، طبعا السؤال دايما لماريا، وفاطمة هي اللي بتكلمنا بتقول لها معلومات عن مصر. طيب هي المعلومات دي هنحتاجها في ايه؟ هنحتاجها ممكن الرد على الايميل، خلي بالنا من الاسئلة لان ممكن يجي لي في الامتحان الجزء المقالي الرد على الايميل عن مصر، يقول لي مثلا اين تقع دون دستا، يقول لي كوال اس لا مونيدا ما هي العملة، هيسأل معلومات عن البلد اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي ماريا بتسأل فيها فاطمة. تمام، والمعلومات دي اللي هاخدها واكتب بيها برضو موضوع مقالي عن مصر لو طلب مني اكتب عن مصر وعن اسبانيا. طيب este es Egipto mi país، فاطمه بتبتدي تقول ايه؟ هذه مصر بلدي. este es Egipto mi país، فماريا بتتحاور معاها بتقول لها donde está Egipto. اول سؤال هنشوفه donde está Egipto، يعني شايفين اللي باللون الاحمر ده الفعل ستار، انا عايز انبهك بس للفعل ستار يستخدم للتعبير عن الموقع، والسؤال هنا طبعا donde está اين تقع Egipto. دونده ستا إخيبتو، ردت فاطمة قالت إيه؟ إخيبتو ستا، مصر تقع، استخدمت ستا برضه للتعبير عن الموقع، ستا يعني النورت دي أفريكا، تقع في شمال أفريقيا، النورت الشمال. إحنا محتاجين بقى الجهات الأصلية شمال وشرق وجنوب، أه طبعًا محتاجين، هتيجي بعد شوية مهمة جدًا. إخيبتو ستا يعني النورت دي أفريكا، إخيبتو تقع في شمال أفريقيا. طيب أول حاجة عرفنا الموقع، دونده ستا إخيبتو؟ إخيبتو ستا يعني النورت دي أفريكا. كوال اس لا كابيتال ما هي العاصمه؟ كوال اس لا كابيتال، قال لا كابيتال اس الكايرو، العاصمه بتكون القاهره. لا كابيتال كلمه مهمه برضه عشان كده معلمين مغيرين لونها، العاصمه هي القاهره. كوانتوس ابيتانتس تيني برضه من المفاضله اللي ظهرت معانا النهارده، السكان. كوانتوس ابيتانتس تيني كم عدد سكانها، وزي ما احنا شايفين كوانتوس جمع عشان ابيتانتس جمع زي ما قلنا قبل كده، ان كوانتوس بتتبع الاسم اللي جاي وراها، لو الاسم مفرد لها كوانتو.
لو الاسم جمع تلاقي كوانتوس، لو جمع مؤنث كوانتس، يعني متغيرة الأداة دي. كوانتوس هابيتانتس، كم عدد سكانها؟ قال لي اي يوجد ابروكسيمادامينتي، الكلمة الطويلة دي ابروكسيمادامينتي يعني تقريبا، ابروكسيمادامينتي تقريبا، اي ابروكسيمادامينتي 100 مليون دي ابيتانتس، 100 مليون من السكان. تمام، ده عدد تقريبي طبعا، 100 مليون من السكان. طب انا محتاج عدد السكان، ما انت هتتكلم عن البلد. افرض في المقالي في الموضوع التعبير قال لك من ضمن العناصر اللي طلبها قال لك ابيتانتس السكان، يبقى لازم تحط عدد السكان. يبقى انا هنا ظهر معايا كام معلومه، 3 معلومات، موقع البلد والعاصمه وعدد السكان. يعني لما تسال او يقول لي اكتب موضوع عن مصر، انا ممكن اخد الاجابات دي، اجابات الاسئله، اعمل منها موضوع، احطها جنب بعض كده على الموضوع. يعني مثلا بص، السطر الثالث ده البدايه، السطر الثالث اخيبتو ستاين النورث دي افريقيا، مصر تقع في شمال افريقيا. وبعد كده السطر الخامس، لا كابيتال اس الكايرو، العاصمه بتكون القاهره. وبعد كده السطر السابع، اي ابروكسيمادامينتي 100 مليون دي ابيتانتس، يبقى انا قلت كده موقع البلد واسم العاصمه وعدد السكان، 3 معلومات اديتها لهم عن ايه، عن البلد. وفي نفس الوقت لو جالي رد على الايميل هجاوب. تمام، طب بنكمل الحوار بتاعهم. ماريا سالت سؤال تاني، في لها كي لينجوا سي ابلا ان ايجيبتو، كي لينجوا، لينجوا اللغه، اي اللغه، اي اللغات يتحدثوا بها في مصر، اللغه اللي بيتكلموا بها في مصر. كي لينجوا سي ابلا ان ايجيبتو، لا لينجوا اوفيسيال، كلمه اوفيسيال يعني رسمي، لا لينجوا اوفيسيال اس العربي، اللغه الرسميه هي اللغه العربيه، لا لينجوا اوفيسيال اس العربي. تمام، ممكن اضيفها برضو على المعلومات اللي قلناها. كومو اس البايس اسو جيوغرافيا، سؤال من ماريا، كيف تكون البلد، كومو كيف استكون البايس البلد، اسو جيوغرافيا وجغرافيتها، البلد شكلها عامل ازاي. ايجيبتو اس اون بايس باستانتي جراندي، مصر بلد كبير الى حد ما. لا مايور بارتي دي سو تريتوريو، لا مايور طبعا مايور دي خدناها في المقارنه بمعنى اكبر، وبارتي يعني جزء، يبقى الجزء الاكبر دي سو تريتوريو من ارضها اس ديسيرتو، المقربه من الانجليزي ديسيرتو صحراء. اكسبتو الباي ديل نيلو، ما عدا وادي النيل، اكسبتو الباي ديل نيلو. تمام، كوال اس لا مونيدا ناسيونال، كلمه لا مونيدا ناسيونال يعني العمله القوميه، كوال كوال بسأل بيها دايما عن العملة واللغة زي ما انتم شايفين. كوال اس لا مونيدا ناسيونال، ما هي العملة القومية؟ لا مونيدا ناسيونال اس لا ليبرا ايجيبتيا، ليبرا جنيه ايجيبتيا مصري، لا ليبرا ايجيبتيا الجنيه المصري. لا لينجوا اوف لا مونيدا ناسيونال اس لا ليبرا ايجيبتيا. تمام، كومو اس لا سوسيداد، كيف يكون المجتمع، اوصاف الناس بقى اللي عايشه ايه، المجتمع ده عامل ازاي. لا مايوريا، خدنا من شويه مايوريا يعني اكبر، هنا مايوريا اغلبيه معظم. لا مايوريا دي لا خنتي، معظم الناس، كلمه خنتي مؤنث زي ما احنا عارفين، لا خنتي، لا مايوريا دي لا خنتي اسمويا بيرتا، متفتحين جدا. يا الميزمو تيمبو، في نفس الوقت باستانتي تراديسيونال، تقليديين الى حد ما، تراديسيونال يعني محافظين على التقاليد بتاعتهم، وريليخيوسا ومتدينين إلى حد ما. تمام، لاس ديريكسيونيس كارديناليس، زي ما احنا شايفين الجهات الأصلية والفرعية مع بعض، احنا محتاجها عشان أحدد موقع مصر وأسبانيا وموقع البلاد والمدن عامة. طب بالترتيب كده، اللي فوق دي نورت الشمال، تحت خالص سور الجنوب، على يمينك استي الشرق، وعلى شمالك اوستي الغرب. تمام، يبقى نورت شمال، سور جنوب، است شرق، وست غرب. بعد كده في جهات فرعية برضو ممكن احتاجها، على اليمين فوق هتلاقي خليط ما بين كلمة شمال وشرق، نورست، نورست يبقى شمال شرق. وعلى اليمين تحت هتلاقي خليط ما بين جنوب وشرق، خليط ما بينهم سورست، سورست جنوب شرق. على شمالك فوق خليط ما بين كلمة شمال وغرب، نورويست، نورويست شمال غرب، نورويست. طب تحت على الشمال خليط ما بين كلمة جنوب اللي هي سور وكلمة أوست غرب، سورويست، سورويست جنوب غرب.
تمام، يبقى دي بنقول عليها لاس ديركتينيس كارديناليس او لوس بونتوس كارديناليس، الجهات الاصليه والفرعيه مع بعض طبعا. تمام، هنشوفها في نص بعد شويه وهتشوفها هتفيدني ازاي. يبقى في نورت شمال، سور جنوب، است شرق، اوست غرب، والباقي اقدر استنتجه من الخليط اللي احنا شايفينه ده. طيب ليه سجنت ديالوج؟ هنقرا الديالوج تاني بين فاطمه وماريا. ما زالت ماريا بتسال فاطمه دوند ستاتو سيودات، طب انت فين مدينتك اللي انت عايشه فيها؟ اين تقع مدينتك؟ دوند ستاتو سيودات؟ استاين النورت دي ايجيبتو، استاين النورت دي ايجيبتو، تقع في شمال مصر، مقصود بها العاصمه القاهره يعني، مدينتي في شمال مصر. دوند ستا اسوان، طب فين مدينه اسوان؟ دوند ستا اسوان، استاين السور دي ايجيبتو، تقع في جنوب مصر، احنا كده بنطبق على الجهات الاصليه اللي قريناها. اين تقع اسوان؟ استاين السور دي ايجيبتو، تقع في الجنوب. طب دوند ستا لوكسور؟ استا تامبين ان السور دي ايجيبتو، تقع ايضا في جنوب مصر. استاين السور، استا اللي طبعا استا قلنا بتعبر عن الموقع، ومعنى كلمه سور الجنوب. الجديد الكلمات اللي احنا حاطينها باللون الاحمر دي اللي انا مركز عليها او انا محتاجها في الوقت الحالي. طب دوند ستا بورسعيد، دوند ستا بورسعيد، فين مدينه بورسعيد؟ استاين النورستي دي ايجيبتو. الله، نورستي ده انا نسيت الكلمه دي يعني ايه، شوف هي متركبه ازاي، هي خليط ما بين كلمه نورتي وكلمه استي، كلمه نورتي شمال وكلمه استي شرق، يبقى هي شمال شرق ايجيبتو، شمال شرق مصر. يبقى استاين النورست دي ايجيبتو، في شمال شرق مصر. دوند ستا الخندريه، اين تقع اسكندريه؟ استاين النورويست دي ايجيبتو، برضه نورويست خليط ما بين كلمة نورت شمال وكلمة ويست غرب، يبقى النورويست شمال غرب مصر. استان النورويست دي ايجيبتو، تمام. نص جديد هيظهر معايا، بداية يقول لك اونوس اميجوس دي سعيد، بعض اصدقاء لسعيد، نوس ابلان بيتكلموا معانا، نوس ابلان سوبري سو ثيودادس، عن المدن بتاعتهم. اصدقاء مصريين كل واحد بيتكلم عن مدينته. vamos a ver cómo podemos hablar sobre nuestra ciudad. يلا هنشوف مع بعض ازاي نتكلم عن المدينه بتاعتنا. انا مثلا عايش في القاهره، عايز اتكلم عن القاهره، اقول ايه؟ اوصفها ازاي؟ الجيزه، الاقصر، اسوان، اي مدينه، هتكلم ازاي عن المدينه؟ نشوف بس الجمل الجايه ازاي. هولا، انا هتكلم عن مدينه. soy de una ciudad، هنا بقول ايه المنشا بتاعي؟ بسوي، soy de، انا من، عشان لو طلب منك اكتب عن مدينة. soy de una ciudad، أنا من مدينة. كي ديت لما تيجي في وسط الكلام يبقى ضمير وصل بمعنى الذي أو التي. يبقى أنا من مدينة كيستا التي تقع إن السور ده أخي تقع في جنوب مصر. يبقى مي ciudad está en el sur de Egipto مثلا. طب افرض انا مدينتي في الشمال، خلاص يقول سوي دي اونا ثيوداد كيستا ان النورت دي ايجيبتو. طب افرض انا من الشرق، استي، مثل نظار اوستي، غير الجهه اللي انت عايزها. سوي دي اونا ثيوداد كيستا ان السور دي ايجيبتو. اس اونا ثيوداد، بعرف بقى المدينه، هي مدينه. اس اونا ثيوداد تيكينيا، الصفات بقى صغيره. اي ترانكيلا، وهادئه. طب عايز اقول كبيره، خلاص شيل بيكينيا وحط جراندي. طب عايز اقول مزعجة مش هادية، فيها دوشة يعني، بقى اقول رويدوسا، شيل ترانكيلا وحط رويدوسا. الصفات اللي انت عايزها مش هتفرق يعني. اس اونا سيودات بيكينيا ترانكيلا. ان فيرانو، في فصل الصيف، اثي باستانتي كالور. اثي طبعا فعل بتاع حالة الجو، اثي باستانتي كالور، الجو حار إلى حد ما. طب يقول لي مواصفات المدينة ولسه ما قالش هي ايه. اس فاموسا بور، صفة مشهورة، مشهورة بي، فاموسا بول يعني مشهورة بيه، المدينة مشهورة بيه، لوس مونومنتوس هيستوريكوس، الآثار التاريخية، لوس مونومنتوس هيستوريكوس، الآثار التاريخية، كومو لما تيجي في وسط الكلام بمعنى مثل، زي، كومو التمبلو دي كارناك، زي معبد الكارناك، خلاص اتعرفت كده، سوي دي لوكسور، لك أنا من الأقصر، في الآخر بيقول لي النتيجة اللي أنا طلعت من الأقصر بعد ما قلت المواصفات دي كلها، سوي دي لوكسور. واحد هيتكلم عن القاهرة، أولا سويد الكايرو، في الكايرو قلنا قدامها أداة أهي ضرورية،
من الأسماء اللي بتاخد أدوات. Hola, soy de El Cayo. طب وبعدين es la ciudad más importante del país. هي المدينة الأكثر أهمية، هي أهم مدينة في البلد. Es la ciudad más importante del país. Es la capital. هي العاصمة. Es la capital. Hay muchos lugares interesantes como el Museo Egipcio. يوجد أماكن كثيرة. Muchos lugares. كلمة lugar مكان. Lugares أماكن. Muchos كثيرة. وموتشوس بتتبع الاسم بتاعها. موتشوس جمع مذكر عشان لوجاريس جمع مذكر. توجد أماكن كثيرة انتريسانتس ممتعة مثيرة كومو مثل الموسيو الإيجيبسيو، المتحف المصري، خان الخليلي، إلى أوبرا والأوبرا. الكايرو تيني موتشاس إسلاس، القاهرة فيها جزر كثيرة. بور إخيمبلو، زي على سبيل المثال إيه الجزر الموجودة؟ زي جزيرة الروضة، يعقوب، تمام، جزيرة يعقوب. واحد تاني هيتكلم عن سيوة. Soy de سيوة، أنا من سيوة، أنا من واحد سيوة. Soy de سيوة. No es una ciudad، ليست مدينة. يقول لي دي مش مدينة. Es un oasis، أدي كلمة oasis باللون الأحمر، هي محتاجينها واحة. Es un oasis، هي واحة. Es un lugar tranquilo، هي مكان هادئ. كيستا، قلنا كيف وسط الكلام بمعنى الذي او التي. الذي تقع، التي تقع ان الديسيرتو، فين؟ في الصحراء. اي موتشاس بالميراس كاميوس، يوجد الكثير من النخيل والجمال. ده بيعرف لي الواحه بتاعته والمكان اللي عايش منه. واحد تاني هيتكلم عن بورسعيد. هولا سوي دي سويس. Es una ciudad، أنا من السويس. Es una ciudad، هي مدينة. Que está en el norte de Egipto، تقع في شمال مصر. En la costa del Mar Rojo، على ساحل البحر الأحمر. En la costa del Mar Rojo، بيعرفها. Es una ciudad famosa por el canal de Suez، هي مدينة مشهورة بقناة السويس. Por el pescado، مشهورة بالسمك. También وأيضا porque es uno، هي واحدة de los puertos، واحدة من المواني. más importantes de Egipto، المهمة في مصر. تمام، هنشوف تدريبات. يعني اللي فات ده اعتبرناه قطعة فهم، احنا عرفنا شوية معلومات عن مصر وبعض المدن المصرية. طب هيسألني ازاي؟ هنفترض اللي هي قطعة فهم جايلك في الامتحان، وبيسألك بعد كده على اللي انت قريته. بيقول لي ايه؟ الكايرو اس اونا سيوداد فاموسا بور، طبقا لأرنا القاهرة. اس اونا سيوداد، مدينة. فاموسا بور، مشهورة بيه. مشهورة بيه على الإجابات كده. التمبلو دي كارنك، معبد الكارنك، لا طبعا. خان الخليلي، الكانال دي سويس، لاس بالميراس وكاميوس. لاس كاميوس طبعا لو احنا ترجمنا صح خلاص اتعرفت. طبعا لاس بالميراس وكاميوس اللي هي النخيل والجمال، دي كانت حاجات من صفات سيوة. والكانال دي سويس قال لك دي اللي هي مشهور بيها بورسعيد. ومعبد الكرنك ده اللي قلنا في الأقصر. طب فاضل لمين بقى؟ خان الخليلي اللي هو موجود في أحد أحياء القاهرة. يبقى الكايو يسون أتيوداد فاموسا بور، هنشوف الإجابة بتظهر معايا. خان الخليلي، تمام، طبقا للمعلومات اللي احنا شايفين اللي شفناها في النص مع بعض. خان الخليلي. استان الديسيرتو، تقع في الصحراء. استان الديسيرتو، الأماكن اللي شفناها في النص كانت سيوة وبورسعيد والأقصر والكايو طبقا للنص. فانت ممكن تقول لي اه طب ما هي الاقصر في كان في صحراء حواليها يمين وشمال والقاهره. اه ماشي، كان دلوقتي مين اللي في وسط الصحراء؟ وطبقا للنص، طبقا للنص بتاعي اللي سيوه طبعا زي ما قال، يبقى هي زي بناكد الاجابه سيوه. يبقى الجمله سيوه ستان الديسيرتو، سيوه تقع في الصحراء. لوكسور ستان، لوكسور تقع في، لوكسور دي كانت في الجنوب ولا الشرق ولا الغرب ولا الشمال؟ السور دي ايجيبتو، النورت دي ايجيبتو، الديسيرتو، لا كوستا ديل مار روخو. في جنوب مصر ولا شمال مصر ولا الصحراء ولا ساحل البحر الاحمر؟ طبعا زي ما قرينا كده تقع ان السور دي ايجيبتو، لوكسور ستاين السور دي ايجيبتو، والاجابه ظهرت معايا يعني. ستاين السور دي ايجيبتو، طبقا للنص. كل ده انا بعيد من النص اللي احنا قريناه سوا. اه يا معلومات احنا عارفينها عشان بلدنا، ولكن احنا مرتبطين بالنص.
سيوا اس اون اوازيس سيوداد بورتو تمبلو. سيوا بتكون ايه، واحه ولا مدينه ولا ميناء ولا معبد؟ طبعا طبقا لارناف النص سيوا اس اون ايه اوازيس، ادي الاجابه بتظهر معايا اس اون اوازيس واحه. كابولاريو طبعا سهل ومعروف، اوازيس هي واحه، سيوداد مدينه، بورتو ميناء، تمبلو معبد، طبعا هي اوازيس واحه. اس اون بورتو امبورتانت، هي ميناء هام جدا. طب ايه الميناء الهام جدا؟ كانت ايه، بورسعيد ولا سيوه ولا خليل الخليلي ولا الاقصر؟ طبعا خليل الخليلي ده اسم منطقه، وسيوه دي واحه، والاقصر مدينه في جنوب مصر، واللي بتطل الحاجه الوحيده اللي بتطل على البحر عندنا بورسعيد، يبقى هي اس ام بورتو، هي ميناء مهمبورتانت، مهم جدا، ام بورتو. يبقى الاجابه هي الاجابه الاولى بورسعيد. اخر سؤال معانا على النص اللي شفناه، باموس احنا هنروح فين، السويس ولا كايرو ولا سيوة ولا الأقصر؟ ما هنروح الثلاثة ماشي، بس اللي بيقول لك ايه بقى، بارانادارين المار، لكي نسبح في البحر الأحمر. يبقى فين المدينة الوحيدة من دول، المكان الوحيد اللي هو مطل على البحر الأحمر؟ مين، السويس ولا القاهرة ولا سيوة ولا الأقصر؟ طبقا للنص اللي احنا قريناه مع بعض وشفناه، طبعا السويس هي واحدة من أهم المواني في مصر اللي تطل على البحر الأحمر، السويس، باموس السويس. طيب هنروح بقى نتكلم شويه عن اسبانيا. ميغيل رياليزا سو بريزنتاسيون سوبر اسبانيا. ميغيل بيعمل تقديم، عرض تقديمي ل عن اسبانيا بلده يعني، ان الكولاجيو في المدرسه. ليه سو بريزنتاسيون؟ ايه التقديم بتاع ميغيل او العرض بتاع ميغيل؟ بوي اعثير، ده كلام ميغيل بيتكلم بصيغه المستقبل، سوف اقوم، انا هعمل، بوي اعثير انا بريزنتاسيون، هعمل عرض تقديمي صبر من بايس عن بلدي. اسبانيا تيني كاسي، اسبانيا تحتوي على كاسي يعني تقريبا، اسبانيا تيني كاسي 45 مليونز دا بيتانتس، 45 مليون من السكان. يبقى ده اول حاجه قلناها، عدد سكان اسبانيا. اسبانيا السور دي اوروبا، وتقع في جنوب اوروبا. المعلومات دي هنعمل عليها برضو حاجه زي اسئله، زي قطعه الفهم كده زي ما قلنا. سي ديفيدي ان ديس سيتي كومونيداديس اوتونوماس، معلومه مهمه، سي ديفيدي ان تنقسم الى، يعني اسبانيا سي ديفيدي ان تنقسم الى ديس سيتي، الرقم ده ديس سيتي 17، ديس سيتي لما يكون معانا رقم كده بالحروف نعرف اللي هو ممكن يسالني عليه بالارقام، ديس سيتي 17، اقليم او مقاطعه، كومونيداد هنا بمعنى اقليم او مقاطعه، كومونيداديس اوتونوماس، اقاليم حكم ذاتي. La capital de España es Madrid. عاصمة اسبانيا مدريد. Y la moneda nacional es el euro. La moneda nacional قلنا من شوية العملة القومية es el euro، هي اليورو. Hay cuatro lenguas oficiales. في مصر قلنا كان في una lengua اللي هي العربي، اللغة العربية هنا. Hay يوجد cuatro lenguas oficiales، أربع لغات رسمية. إيه هي اللي هي مكتوبة باللون الأحمر؟ الإسبانيول أو الكاستيانو. ده لغة واحدة دي الإسبانيول، أو بنقول عليها كاستيانو، تمام؟ دي لغة واحدة. طب إسبانيول أو كاستيانو إيه تاني؟ بيقول لك الأول بيقول كي سي أبلا، كيف وسط الكلام الذي أو التي يتحدث بها فين؟ فين؟ إسبانيول وكاستيانو دي موجودة فين؟ تودو البايس، في البلد كلها. إي أديماس، وبالإضافة إلى ذلك في لغة كمان الجاييجو، لغة اسمها الجاييجو. فين الجاييجو دي؟ كيسي أبلا التي يتحدث بها إن جاليثيا، في إقليم اسمه جاليثيا، واحد من 17 إقليم اللي قلنا عليه. الأوسكيرا، لغة الأوسكيرا كيسي أبلا إن البايس باسكو، موجودة في منطقة اسمها البايس باسكو، بلد الباسكو في شمال أسبانيا، البايس باسكو ونافارا، منطقة البايس باسكو ونافارا. وآخر لغة الكاتالان، اللغة الكاتالونية، الكاتالان كيسي أبلا إن كاتالونيا، التي يتحدث بها في كاتالونيا. ولاس إسلاس بالياريس، وجزر الباليار، ولا كم لا كومونيداد فالنسيانا، ومدينة فالنسيا. إسبانيا إس ونا موناركية، يعني مصر قلنا عليها ريبوبليكا، جمهورية، لكن إسبانيا إس ونا موناركية، ملكية، برلمنتارية، برلمانية. طب وبعدين؟ الري إس الخيفي ديل إستادو،
الري اس الخيف دي الاستادو، والملك بتاعها اس الخيف دي الاستادو، هي رئيس الدولة يعني. الري اسمه الري فيليبي السكستو، فيليبي السكستو، فيليب السادس. طيب والبريسيدنت ديل جوفيرنو، رئيس الحكومة، البريسيدنت ديل جوفيرنو اس اليخيدو، يتم اختياره ينتخب يعني كذا كواترو انوس، كل 4 سنين كذا كواترو انوس. ان لاس الكتيونيس جنراليس، في الانتخابات العامة. بيقول النظام ماشي ازاي عندهم. التوريزمو السياحة، التوريزمو السياحة. اسونا واحدة دي لاس برينسيباليس اندوستريس، واحدة من الصناعات الرئيسية للبيس يعني، واحدة من دعائم الاقتصاد، الحاجة اللي قائم عليها الاقتصاد، الصناعات الرئيسية في البلد. بوديس بيستار، بوديس تستطيع أن تزور موتشا ثيودادس، مدن كثيرة. موتشا ثيودادس، مدن كثيرة. إي موتشوس مونومنتوس، وآثار كثيرة. كومو مثل إيه بقى أهم الآثار اللي في أسبانيا؟ لا ألامبرا، لا ألامبرا، قصر الحمراء، هنشوف له صورة دلوقتي. الإسكوريال، معبد متحف ومكتبة الإسكوريال. إلى ساجرادا فاميليا، وكنيسة العائلة المقدسة. يبقى أشهر الأثر إيه؟ لا ألامبرا، وده موجود في جرانادا، مدينة اسمها جرانادا، لا ألامبرا. الإسكوريال ده في مدريد، ولا ساجرادا فاميليا، كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة. طيب ده الاسكوريال، متحف ومكتبة الاسكوريال. الاسكوريال مكتوب موجود فين؟ في مدريد. لا لامبرا، قصر الحمراء. لا لامبرا، قصر الحمراء، موجود فين؟ في جرانادا، مدينة جرانادا في جنوب اسبانيا. ده من القصر من الداخل، جزء من القصر يعني. لا لامبرا، لا ساجرادا فاميليا، كنيسة العائلة المقدسة. لا ساجرادا فاميليا، كنيسة العائلة المقدسة، ده موجودة فين؟ في برشلونة. منظر تاني ليها قريب شوية، لا ساجرادا فاميليا. طيب نشوف برضو اخرثيسيوس تدريبات على اللي احنا عملناه. اسبانيا سي دي في دي ان، قلنا اسبانيا تنقسم الى اللي احنا قلنا من شوية، سي دي في دي ان كومونيداد، كام اقليم؟ الرقم اللي كان موجود ايه، 17 ولا 16 ولا 19 ولا 18؟ انا فاكرين كان مكتوب ايه، ديس سيتي، لو رجعت للنص هتلاقي ديس سيتي، وديس سيتي ده اللي هو 17. نتاكد كده من اجابتنا، فعلا قال ديس سيتي، غير لي لون الاجابه، ديس سيتي 17 اقليم. اسبانيا سي دي في دي ان ديس سيتي، وانا هقول المعلومات دي منين؟ ما هي موجوده في النص، دي معلومات موجوده في النص كقطعه فعل. تمام. سؤال تاني، اسبانيا ستا ان دي اوروبا، اسبانيا موجوده فين؟ من استي شرق اوروبا، ولا نورتي شمال، ولا ويست غرب، ولا سور جنوب؟ طب انا عارف معلومه اللي هي موجوده في الجنوب الغربي من اوروبا، طبقا للنص، النص قال ايه؟ ما هو هيحدد، قال لك جنوب غربي، ولا قال لك جنوب، ولا قال غرب، النص قال ايه؟ النص طبقا للي قاله قال لك في جنوب اوروبا، يبقى اسبانيا ستا ان السور، ادي الاجابه جت ان السور دي اوروبا، في جنوب اوروبا طبقا للنص ده، ان السور دي اوروبا. طب ما هي جنوب غرب، ماشي، بس هو في النص ما قاليش جنوب غرب، قال لي جنوب، اجابه سليمه، يبقى هاخدها السور، انا ملتزم بالنص اللي بيجي، يبقى اسبانيا ستا ان السور دي اوروبا. تمام. ال Se habla en todo el país. دي اللغات بتاعت اسبانيا، قلنا عليها اوسكيرا، لغة الاوسكيرا دي قلنا كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في البايس باسكو نابارا في شمال اسبانيا، والكاتالان كانت موجودة في كاتالونيا، وكاستيانو اللي قلنا عليها كاستيانو واسبانيول، هي ديت اللي موجودة في البلد كلها، والجايو كانت في جاليسيا. يبقى المفروض الإجابة تبقى الكاستيانو أو الإسبانيول، هو جايب كاستيانو مش جايب إسبانيول، عشان تبقى يصعبها عليا شوية، لكن أنا عارف الاتنين، عارف الإسبانيول بتساوي كاستيانو، يبقى الكاستيانو سي أبلا إن تودو البايس،
يتحدثوا بها في البلد كلها. نشوف كده نأكد إجاباتنا. فعلا قال لي ليه الكاستيانو. كاستيانو سي هابلا إن تودو إل بايس. الكاستيانو بيتكلموا في البلد كلها. طيب سؤال تاني. إن إسبانيا ال es uno de las principales industrias. Una de las principales industrias. اللغة واحدة من الصناعات الرئيسية. الإديومة ولا التوريزم والسياحة ولا الإسكوريال ولا الجايجو. طبعا هي كلها ألفاظ ظهرت في النص فهو بقى بيلخبطني. لا لو رجعنا للنص هنلاقي في بداية الكلام عن السياحة قال لك السياحة هي الصناعة واحدة من الصناعات الرئيسية في إسبانيا. يبقى لو روحنا الإجابة كده شوف قال إيه اللي اتغير. التوريزمو. تمام. إن إسبانيا التوريزمو السياحة واحدة de los principales industrias. واحدة من الصناعات الرئيسية في إسبانيا. يبقى التوريزمو. قطعة فهم ده. قائمة على فهم النص. الأورو معانا فين الأورو اللي هو اليورو. اسلا ايه اوفيسيال هي اليورو ده عباره عن عباره عن عمله. طب شوف الكلمات مونيدا ولا كابيتال ولا اسلا ولا لينجو. انا ناسي كلمه عمله خلاص ابتدي استبعد كلمه اسلا دي يعني جزيره. كلمه لينجو اللي تحت خالص دي لغه. كابيتال العاصمه كلمات الى حد ما مشهوره. مونيدا هي ايوه هي مونيدا فعل العمله يبقى لا مونيدا. الاورو اسلا مونيدا اوفيسيال. اليورو هو العمله الرسميه. يبقى لما نروح للاجابه اللي بيقول لي ايه تغير لونها ايه. اليورو اس لا مونيدا اوفيسيال هي العملة الايه الرسمية. اليورو هي العملة الرسمية في اسبانيا. شوف سؤال تاني عن اسبانيا. اس اونا ايه اسبانيا مونركية ولا ريبوبليكا ولا ثيوداد ولا كابيتال. طبعا هي اسبانيا مش كابيتال مش عاصمة ولا هي ثيوداد مدينة. الاثنين اللي تحت دول لا. طب هي ريبوبليكا ولا مونركية تبقى اللي احنا قريناه. ريبوبليكا جمهورية ومونركية ملكية. هو قال لي ايه في النص لو رجعنا للنص هتلاقيه بيقول اللي هي مونركية ملكية. نشوف كده نأكد على عجبتنا فعلا لون كلمة ايه مونركية اهي. يبقى اسبانيا اسونا مونركية هي ايه ملكية. اسبانيا بتكون ملكية. تمام. يبقى من خلال المعلومات اللي احنا شفناها دي استعرضنا الكلام عن مصر واسبانيا. اصل هو الموضوع جغرافي شويه يعني بتكلم عن اسبانيا بتكلم عن مصر كمان حس الموقع وعدد السكان والعاصمه واهم الصناعات ونظام الحكم. الكلام ده كله بعرفه كمعلومات عن بلدي وعن اسبانيا اللي هي البلد الناطقه باللغه اللي انا بدرسها. المعلومات دي كلها اتعرضت عليا كقطعه فهم او هتجيلي كقطعه فهم وانا بجاوبها. غير اللي هي ممكن تتعرض عليا كموضوع تعبير انا هكتب موضوع مقالي عن اسبانيا او مصر فلازم عندي معلومات اكتبها. غير اللي ممكن تجي لي كرد على الايميل هيسالني معلومات عن مصر او اسبانيا مش معلومات خارجيه ولا حاجه معلومات اللي احنا قلناها الحاجات اللي قلناها بالظبط كده. يسال عاصمه يقول لك كواليس لا كابيتال دي اسبانيا كواليس لا كابيتال دي اخيبتو. السؤال يساله عن مصر نجربه عن اسبانيا نشوف ايه ما هي عاصمه مصر ما هي عاصمه اسبانيا. كواليس لا مونيدا اوفيسيال ما هي العمله الرسميه. كوال اسلام ده ان اخيبت ما هي العمله في مصر ما هي العمله في اسبانيا وهكذا. شويه المعلومات دي ممكن تيجي لي في رد على الايميل ممكن تيجي انا اكتبها كمقالي ممكن تيجي كقطعه فهم زي ما شفناها كده. المهم المعلومات لازم تكون عندي واتعامل معاها. النص او الدرس محتاج حفظ بعض الكلمات عشان اقدر اتعامل معاه لانه شبه موضوع جغرافي شويه. طبعا اصلنا في الدرس ده جراماتيكا لسه هناخدها بالتفصيل. الجراماتيكا بتاعته مهمة والمواقف بتاعته وتدريب تاني على قطع الفهم والمقال إن شاء الله مع بعض. نتمنى تكون استفدنا من حلقتنا النهاردة ونتقابل في حلقة قادمة إن شاء الله وإلى اللقاء. أستا لويجو مع تحية فريق العمل سينيورا نجلاء زكريا سينيورا إيمان صلاح وكان معكم سينيورا عناني من محافظة الجيزة. السلام عليكم.